علقت إدارة التعليم في محافظة القنفذة على مقطع فيديو متداول لطلاب يدرسون خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة بحجة البحث عن شبكة، مشددة على ضرورة بقاء الطلاب في المنازل وبإشراف أولياء أمورهم لمتابعة دروسهم. وأوضحت إدارة التعليم بالقنفذة أن المطلوب من الطلاب متابعة دروسهم في منازلهم بإشراف ومتابعة أولياء أمورهم وفق الخيارات التي حددتها الوزارة، ونوهت إلى أن المدارس وفرق الدعم الفني تقوم بمساعدة أي طالب يجد صعوبة وعائقا في عملية التعليم وتسهيل الخيار المناسب له لاستمرار تعليمه.